السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل جدول على الجوجل شيت. اقول له نيو جوجل شيت وابدا ملف جديد خالص وسميه هنا اورنج، وبعد كده نبدا نكتب بقى البيانات. ممكن الويت مثلا، الوزن مثلا 80 80 70 70، شوية بيانات كده، الأشخاص، الاسم والنوع والطول وهكذا. ممكن تكتب الأدرس مثلا أو زي ما أنت عايز. شير هقول له اسمح بأي حد يدخل يعدل عليها، وبعد كده هاخد الكلام ده كده كوبي واروح للأورنج، وعايز ياخد البيانات من الجوجل شيت، فأقول له فايل ودوس هنا مرتين واقول له ان انا عايزها من اليو ار ال، وهشطب اخر حته ديت واقول له ريلود. تمام، بدا يظهر لي المعلومات وبدا يتعرف ان دي نوعها كذا ودي نوعها كذا وهكذا. تمام، فعارف النوع بتاعته. طيب اقول له اوكي. لو انا قلت له داتا تيبل هيبدا يعرض له الجدول زي ما انت شايف. طيب ممكن نقول له مثلا انا عايز سيلكت كولوم او سيلكت رو، بحيث تقول له مثلا انا عايز التارجت بتاعي مثلا يعني ايه المعلومات اللي هتظهر في الفيتشر والتارجت بتاعتي وده الميتا، فبتبدأ تشوف ايه المعلومات اللي انت عايزها. طيب ممكن نقول له لا مش عايزين ديت. طيب عايز اقول له بقى يظهر لي السكاتر بلوت اهوت، فيبدأ يظهر لي بالشكل دوت. هو انا حاطط السكس هي اللي تحت، ممكن تقول له ماشي. طب يظهر لي مثلا الويت، الاوزان، ده 80 ده 70. لا انا عايز يظهر لي مثلا الهاي، فتقدر تتحكم في الداتا اللي انت عايزها تظهر معاك، وتقدر طبعا تغير في الجدول زي ما انت عايز المعلومات اللي انت عايز تظهرها. الليبل مثلا يظهر الاسم بالشكل دوت، شيب، الهاي، الويت زي ما انت عايز. هو انا عامل ده رمز الفيميل والميل. فزي ما انت شايف في امكانيات حلوه ان انت تعرض اي بيانات انت عايزها. وشوفنا النهارده ازاي تقرا من الجوجل شيت. وطبعا لو انت عايز تقرا من الاكسل، مجرد ان انت تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف ملف الاكسل، اي ملف اكسل تقدر تفتحه عادي. طيب دي بخصوص الداتا. هل ممكن ازود دول؟ اه ممكن. اجي هنا في اوبشن وادنس، هتلاقي حاجات كتيره جدا. انا ضايف واحده بس، لما نيجي نخلص ديت وندخل على واحده تانية هبدا اظهر الباقي بحيث ان احنا نشوفهم واحده واحده. هتلاقي حاجات كتيره جدا متعلقه بالشبكات وبالذكاء الصناعي والحاجات دي كلها، وتقدر تشغل على البرنامج من غير برمجه، يعني هو ذكاء صناعي بس من غير برمجه، وتقدر تشوف الداتا بتاعتك بشكل قوي. تمام، ولو انت عايز تبرمج في امكانيه للبرمجه زي ما نشوف مع بعض، فتابعوا قناه بيم عربيه.